معي من بغداد دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة. مساء الخير أكثر، أهلا بك، أهلا بك معنا دكتور هشام. باهظة ولكن ضرورية كانت هذه العمليات إن كان في سوريا أو في العراق. لنبدأ بداعش وأبرز ما خسره، غير 70%، يعني كيف أصبح وضعه اليوم بعد 4 أعوام؟ غير نسب، يعني 70% في العراق و50% في سوريا. طبعا عدد الجغرافيا خسر هذا التنظيم في بنيته، في الهيكل التنظيمي الكثير، في قيادات المؤسسة من أصل 43 قائد خسر 42 قائدا مؤسسا، من القيادات الصف الأول من أصل 85 قائد من قيادات الصف الأول وهم الولاة وأصحاب الدواوين ومن ينوب عنهم في الشورى واللجنة المفوضة، خسر 79 قائدا من قيادات الصف الأول. أما القيادات الوسطى والتي دونها الميدانية فالعدد بحسب إحصائياتي تجاوز 207 قائدا من الطبقة الوسطى والميدانية. هذه الخسارة في الهيكل التنظيمي. أيضا خسر هذا التنظيم قدرته على الغواية الإعلامية، وذلك بفقدانه كل من أبو محمد العدناني وأبو محمد فرقان، حتى تهاوت غوايته الإعلامية إلى درجة أنه أصبح غير مؤثر حتى في أتباعه، سواء في رفع المعنويات أو حتى في جذب الآخرين. شبكاته المختصة بعمليات التجنيد أو ما تعرف بالمكاتب الخارجية، استطاعت الدول الغربية أن تفكك الكثير من هذه الشبكات وتقيدها، وأصبحت الهجرة عكسية من مناطق الصراع باتجاه البلدان التي قدموا منها، وهذه أيضا خسارة تعد كبيرة بالنسبة لهذا التنظيم المتطرف. من أصل داعش مخزن في العراق وسوريا يعتقد هي أكبر مخازنه الاستراتيجية لترسانته العسكرية، كلها خسرها ولم يبقى لديه إلا بعض الأسلحة التي هي في المخازن الوسطى أو المخازن الميدانية التي لا يستطيع أن يطاول فيها كثيرا. في العراق خسر معظم منظومته التي تعرف بمنظومة الطائرة بدون طيار، الدرونز، خسرها كلها في معارك نينوى وفي معارك صلاح الدين ومعارك الفلوجة. بقيت القليل بحسب الإحصائيات في تل عفر وشيء أقل من ذلك في الحويجة. أيضا هو خسر الكثير من معسكراته، من أصل 63 معسكر للتدريب والتهيئة البدنية والعسكرية والأمنية، نعم، تم من خلال التحالف الدولي سحق هذه المعسكرات بشكل كبير. أيضا هو خسر 3 جيوش واستعاض بجيش جديد اسمه جيش خالد، خسر جيش دابق وجيش العسرة وجيش الخلافة، وهذه خسارة كبيرة وحدها تقدر في هذه الفترة ب 36,000 وربما أقل بذلك من ذلك بكثير. أيضا هذا التنظيم خسر شبكة التواصل، أصبحت اللامركزية هي التي تدير الفروع التي يسيطر عليها، بالتالي هو الآن فقد قدرته أن يتواصل عن طريق الجروبات المغلقة أو حتى عن طريق ما يعرف بالبريد الشفوي. هذه الخسارات أفقدت التنظيم قدرته على إدارة ما تعرف بأرض التمكين، خسارته للموصل، نعم، والفلوجة في الجانب العراقي وخساراته في الجغرافيا السورية، انطلاقا من كل هذه الخسائر ما تعرف بأرض التمكين، نعم، ومعقليه الرئيسين، يعني خسارات كبيرة فيهما، نعم، إن كان الرقة أو الموصل. انطلاقا من كل هذه الخسائر، كيف يمكن أن نعرف وضع داعش اليوم؟ يعني عندما بدأ كنا دائما نعرفه بأنه من أغنى التنظيمات الإرهابية، أكثر التنظيمات من حيث تطور وتقنيات إعلامه. دكتور هشام، وما الذي لا يزال يملكه تنظيم داعش؟ حقيقة ولا يملك إلا ما يعرف بالتهاوي. الآن هو يتهاوى نحو الانحدار النهائي، وبالتالي معارك حاسمة سوف تنهي وجوده كتنظيم يشبه الدولة، وبالتالي سوف يتحول من جهة الإدارة والمالية والمؤسساتية التي كان هو يتفوق فيها على التنظيمات الإرهابية الأخرى، سوف ينحدر إلى مستوى تلك التنظيمات البائسة التي تقاتل بطريقة الأمن والسرية. هو فقد الكثير من أركان بنائه وكثير من أمواله أيضا، هو لم يبقى لديه مصادر مالية يستطيع أن تأتيه، لا يستطيع الآن على أخذ الأتاوات ولا يستطيع الآن على
زراعة المخدرات وبيعها، أيضا هو مطارد في موضوع تهريب النفط خاصة في بعض الحقول الهرمة الموجودة في ديار الزور. بالتالي لا أظن هو يمتلك مقومات أن يعود إلى ما كان عليه في عام 2014. هذا التنظيم حينما بدأ بهذه التحاولات والكثير من هذه التحاولات ننتظر منها الانشقاقات والانقسامات التي ربما تضعف هذا التنظيم إلى حد أنه لا تبقي منه حتى بقية جسد. هذه نقطة مهمة دكتور هشام، الوضع داخل التنظيم، وضع أفراده، هذه الخسائر سببها التصدي له على كل الصعد، وضع داخل التنظيم كيف تأثر منذ 4 سنوات إلى الآن؟ الوضع مع من كان متعاطفا مع هذا التنظيم، إلى أي درجة أثرت في محاربة فكر داعش أيضا كل هذه العمليات؟ حقيقة هذا واضح، هم صدموا بهذه الهزائم وصدموا بمقتل وهلاك معظم القيادات التي كانت لها كاريزما إلهام وتثبيت هذه العناصر الجديدة، لكنهم صدموا بتوحش هذا التنظيم وأيضا صدموا بعدم تدينهم الحقيقي، وأيضا هذه سببت ما تعرف بالانشقاقات على نوعين، انشقاق بمعنى الغلو التي ظهرت جماعة من جماعة البغدادي التي تؤمن بأفكار الحازمية وهم غلات من التكفيرين الذين يرون أن حتى البغدادي ومن في معيته ربما يدخلون في دائرة الكفر المطلق، والثانية وأيضا هناك متساهلين هم الذين يرون أن هذا توحش كبير وهو خروج على طريقة التنظيمات الإرهابية التي كانت تقاتل في أفغانستان. هذا سبب وجود مدرستين غير متوازية، والتنظيم عن طريق اللجنة المفوضة صدر قرار يحاول أن يجمع بين هاتين المدرستين، مدرسة الإرجاء المتساهلة ومدرسة الخوارج المتشددة من الغلات. طيب بموضوع بس لأن سألتك عنه دكتور هشام، التجنيد أيضا تأثر بعد ال4 سنوات هذا؟ بالتأكيد شبكات أوروبا التي يعول عليها التنظيم كثيرا تم استهدافها في بدايات أمرها، هي ما تعرف بعمليات الجذب والدعوة، أيضا مواقع التواصل الاجتماعي خسر هو الكثير، ترسانته في التجنيد والغواية هي تويتر، وربما بعض مواقع التواصل الاجتماعي خسر أكثر من 600,000 حساب خلال الأعوام الماضية، كانت هذه الحسابات لوحدها جيش في التجنيد وجمع الأموال ونشر التعاليم والتوحش. نعم. فقدان لهذه من أبرز ما كان يعتمد عليه وحدها قاسمة لظهر هذا التنظيم. واضح. أنا أشكرك جزيلا من بغداد دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة.